السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام بتاود يا شقي ما حبتين أنو حوض حرير كلام هاي وبرنامج جارة هو كسب سن إن أنو مصيبه هالني لح بلوت يوم معلن ما أنت مركي كسوريتي إن أنو رئيسه كهالنا قدوميها برلمان كفدرال كأحي الصومالية برسول محمد الشيخ اسمان شواري أو أنفيليو كان كهر إنو دين عدقي ورئيسي هذا سوى هالكدقيس وها أنا أنجاري ماشي أربي مرة بين أوريس كله كسردو برنامج كا. ما سرت هذا المصر. إن وح فرحنا أحمان إن تلفزيون كي يقصوا مال الشانل عاد وريس بيقوه ريا أتسيسه إن وأنا كفر حسن هاي وح ربع إنا فاحين كلها برلمان كا. عاد مدة سومالي أقرب حسه وعاد مشغول سنة إذن مرة بور فريق بضم وأنكو هرلو أركتشرين بعد قبنيسين. بل وح وح بدن وإسبدل إحنا والله قال كل ما برلمانك إنه يلاينا ويصاب بحذي محا إسبدل إح أنا ليه كره إسبدل كحيتا وح قرط والله كل ما يسمع ومددي يرد الدولة حكومة برلمانك بأجرين ذلك وحياه بدن وتعب قلق يعلق قبط ومد صنع لنا إسكرع سنتها لكن أنت أو أد حبين تبرلمانك كتشرتي محا كوصاب بحي أو إن برلمانك الصومالي أو الله ربرت لي بدن ويقولون يا أقوين شقوقين كوقفته. مركا بلوجي هرب وإن مركب برلمان هذيل الأسبوع مركب إنه كهول قال إنه أسرق بالسهرته هي هذه هي سجودها إنه سمي سجود جديد أو يسمي اسمه إنه سمي اسمه. سيؤول بيسال لانتي فولينت لانتي فولينت أو مركا لانتي فولينت أنا لأنه حاول مدحوينك بالله إلا قفك شقالة أقوها سيء أديجها وحال سكير هذا لانتي فولينت حدا حكومة عن مقشين وقولها وزير الكليو. لكن لان تفولين تيالغا رواين ورسو مدحوين هي قوله وزيرة برايم منستر كي قاوك كالا اشاقين وزارة وحاصل دن وحالغا رواين وانسيحية سوافق سن ربطان كشعبية مركا ارمها انكو مشغول سنة وحايدنا رقم واحد ان مارتا انكا هي ادى هينا لسنو لابو ان مارتا هي ادى فولينت ان لسنو سدح ميزاني دلو شاقين لها انان اسامينو أفر إن أورينه بوا محي باهذا يدباتوه إنك فجرة. سيدو رسم الكرسور كمحاكاة دمن كابياشي محاكاة دمن حق لقالها سيلو سمين نبذكري حقي مريسا إن أنك معلومات كاسان أورسن وحا حيقا إن برلمان كان يوحو دورتي إنو نغضو عدك الشعبي عدك الشعبي من نغن كرتي هذا الشعبي هذا كور قبين ربطان كوضان آذان قرني كساد رادت أيا وحا أمبلوني قدون أهان إن أنا هي هذا يعني مر بفرصة جردي أو فلي أنجرين إن أنا لكل إنه قيبها برشدة هذا مثلي مركز لجاري كورهوين هالنقطان أرضي جامعة هالنقطان شقارة دول هالنقطان جناح سطح هالنقطو رجال الدين هالنقطان إن لا تشيك مر وصعدو اللي بعنا ده المركز أنا شرك جود أين اللهين إن آذان ديجان ندودة سي أي اللي بانك يديجان كي دور شذا أم ديجان كوكسو جيدا إسكو حرنا ذان سي أو أصو تبيو وصوح وران سدو وما حي دباتة اي قبان ما حي قعانا يان وما حي هميردو دا هرما هاز مركل الصوء روريو ايا وحارنا كالفردق اللبات هاد كالفردق كوات بانوات نمالي مد بيارين الحمد لله الهي وانوغو قولي سي ايضو وليو برلمان كبادنا با او اجماع اما وضر اقل كشاقين ايا ايا وحبادنا نوغفولين لكن هذا كالفرد قلبات أنو قلين الحاوي هو شيء هو أصليه البرلمان كواجبات كسر القربي هي إن السجاي وحاء إن السجاي شرعة جنتي والقلا نبع وحاء القلا يا وام حي سؤالات كيسويد برلمان كسويدين دانو وحاء كم دوام حي أرمها هير قرامات أو مدن هور تبين إن سيدك دجالو هير كيلو هالنقطة شرعية لدجناية هالنقطة هي أذو لدجناية هالنقطة سياسة الجود الدولة أو هوري تبين له سيدنا مسلم سياسة دقالها أرمها بالشدة أرمها الدفاع أرمها سياسة يعني قابها صدنا إن المرت على الدرس وهم حيدواتو إن كاسي تاسع نسوي لكن وحنكون قولي سني
arrimaha hadda aan ku sheeg iyo in aan dejisano istaraatiiji 4 sano lagu shaqeyn lahaa min maalintii nala doortay oo aan meesha xilka qabarnay ilaa bisha agoosto 2016 waa maxay arrimaha aan rabno inaan qabano iyo goorme si loo soo waqtiyeysan hadda mesela waxa aan yani gudigi joogtada ahaa ee baarlamaanka wuxuu ansixiyay shintiriski oo uu ku shaqeyn lahaa hal sano ama kalendaarkii oo 2013ka wax alla yani bil walba muxuu qabanayaa usbuuc walba muxuu qabanayaa maalin walba maxaa u qorsheysan in ay u sii caddaato haddeerta tanba yani saas waxay noo suurtagelinaysaa in aan garanayno meesha aan joogno iyo meesha aan ku soconno bil walba si aan u ogaano kataa haddii baarlamaanka sidaa uu ku shaqeeyo waxa weeyaan dalka u dhaqaaqaya su-aasha aan rabo mudane guddoomiye kale inaan ku weydiiyaa waxa ay tahay baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa lagu bartay mahadiha gaadho ilaahay iyo idinka oo aan dhihi karo adigu qayb baad ka tahay wax lagu yaqaanay dagaalo badan iska dhaaf inta la fariisto in wax laga doodo iska dhaaf in la samaysto sanad shintiriskii ama kalendarkii lagu shaqeyn lahaa intaanba hal qodobba la mootin baa dagaalku bilaaban jiray ummadda soomaaliyeedna taas dhib badanna way ku haysay su-aal badanna way ka imaanayeen sidee bay kugu suragashay inaad ka fogaato oo intaad dagaalkaas ka fogaato adoo meeshii baarlamaankii xildhibaanadaadii ku haya aad gaadho inaad xitaa sanadka soo socda wixii la qaban lahaa aad qorshayso see idinkugu suragashay runtii anigu qof ahaan kama aan mid ahayn baarlamaankii hore marka asbaabaha ay u dhacday sida adiga aad u maqasheen baan u maqlay laakiin anigu waxay ila tahay xildhibaanadu dad fiican waay dad fiican waaye waxay u baahan keliya in marta howshii baarlamaanka iyo dhaqankii baarlamaaneed in la soo celiyo yacni haddii qofka xildhibaanka ah uu u jeedo in dooda la doodayo ay wadaxaajood tahay wadaxaajoodkana uu yahay dimuqraadi oo dastuurka ah marka la wada hadlayana xeer inuu jiro oo xukunka yani guddoonkii xildhibaanadii dhexdooda xildhibaanka iyo shacbiga xildhibaanka iyo shaqaalaha kulligooda xeer oo hagaya hadduu jiro oo qof walbana ixtiraamayo qofkii ku xadgudbana lagu qabanayo wax xumaanaya ma jiraan laakiin haddii ay noqoto jaantaar rogan iyo wax shaqsi ah laga hadlayo iyo taas maaha anigu waxaan aaminsanahay qof alla qofkii baarlamaanka hor yimaada ama arrimaha laga hadlay allahuma muwaadin caadi ah haddii loo yeero oo meesha uu ka hadlayo arday hadduu meesha soo istaago hebel lama yidhaahdo markaas waxaa weeye waa qof qaanuuni ah waxaa weeye magaciisa markaas muwaadin ama waa arday waa muwaadin marka ugu dir laakiin jaamacna maaha geedina iyo caliyow midna ma aha waxaa weeyaan qof qaanuuni ah haddii mar saa loo adres garaynayo waa lagama maarmaan in baarlamaanka kan uu noqdo hormuudkii u horseedi lahaa ku dayasho u yeeli lahaa dhallinyarada soo socota hab yacni hogaamiyaalkii inay berita ay noqdaan inagu daydaan waa arrin lagama maarmaana inaan ku shaqeyno marka ilaahay hanaga koriyo dadku waa iska cara badan yihiin laakiin mar qofka si kululba wax u sheegi karaa laakiin markii xildhibaanka wax kulul uu sheegaya iyo aan loo qaadanin inuu xumaan wado waxa weeyaan ujeedadu waa mid bartilmaameedku waa mid waxa la isku qaylinaya waxa weye habkee baan u gaarnaa marka taana waxa weye magaceeda waxaa la yidhaahdaa wadaxaajood dastuuri oo dimuqraati ah la yidhahdaa magaceeda marka dhaqan dimuqraati ah dhaqan dastuuri ah ayaa loo baahay inaan ku dhaqanno waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan qodobkii ugu dhibka badnaa anagoo og hadda waxyaabihii kusoo maray in inta badan baarlamaanka full house lagu mariyey qodobadii ugu dhibka badnaa oo kusoo maray oo in la mariyo u baahnaa maxaa ka mid ahaa baarlamaanka badan yihiin laakiin hadda dadka meela wax kaley sheegaan laakiin anigu midda igu walwal badneyd baan kuu sheegi karaa tan igu walwal badneyd waxaa ahayd doorashada madaxweynaha doorashooyinka madaxweynaha waxay tan igu walwal badneyd waayo marxalad waxaa jirtay oo dalka oo dhan ay ka dhalan karto vacuum yacni firaaq madax la-aan a dhalan karo taas ayaa iigu darnayd iyo in nabad uu ku dhaco iyo inaan ku dadaalno in qofna aan loo eexanin sanduuqaasi yacni muwaadinka caadiga inuu ku qanco qofkii meesha ku raaya inuu yahay qofkii oo golihii shacbiga u igmaday oo xilsaaray inuu noqdo
مركز تاس ويقول لي بدنيت الحمد لله إله وأنا موتي التكنولوجيا وأنا عاونت هي شعبي وأنا وافي سنة وحميش كده عايم هذا كجارتو أتا جورنالسياش ميش جوي إن يسي أو جو تا أو أنكل قول لهن ودق دقاقة يقدن أي أو إلى علينا ين يو مركز تن وقدر ندن وحياة هاد قانك إيو أذك ها عن جارو حياة هاد إس مركز إن الميش كداريل وأنا كسوي قد بدنا. بس كل حياة وكل شيء قال لك يعني تنا. الحمد لله أكو ليست. هم بس لما ركي وقف كي رأي إن مرتا مش الود عليه الحمد لله ومنحويني مش كتجين وعقوان الآدي آد يعني معقول وهاي شرف إيه أمان أيوكم مذيع هاي حبك كيس لماذا حلكس لماذا إيو إثكس شقظة وهو احترامي شخص شريف آد بمرتا هو أمانية هاي يوسيدي وناك أهل نوضي أو ميئيسي أرين كاسة دان فالير كاقة دارو مادام أنكا دأوينها سومالي واحد أغاتا كوني سغال بغل إلي حذنكي إلا سغال إلي حذنكي دل ديمقراطي واح وحانو نهاي دلكي أفريكانك أغوه ريهي أو مدحوين سي ديمقراطي أبرلمانكي سلوغو دورتي أو لابد كالتان حلكي سجوتيد أو يعني مدح نمو آدم عبد الله عثمان وين لبيت جرميش لو قد دورتي سيد ديمقراطي يا حدنا لوغة فاي حلكي نقوري جي سيد ديمقراطي أو النبضة أسوق أنا لدلين أسوق أنا الحبسين سو بيرتي سفرنا دلكي سكون نولا مركا طبيعي بي هاد أرنتا أرن صوماليا دقن أنا أولينا هاد شيخ شريف تاسو راعي وحانتا أنا هاد أنا قصو علنا يوحاويين أن هي رضا صوماليا إن أرنتا أو نوع التاريخ هو أي أوجادان كون الضيدان كرسي إسكو نجس كأفريكان كائن ليس كدعي ما أنتي أو حلك لقا وريجيو سندام إنه وريجي دوان سيد أنا لسه أنه وحاء وقو بحث السفر كاي أور يو أدي بدك أدو وحاء تكتي دلك إتوبيا وحاء كالو لقا داودي تلفشينا دا إن أدي بوتيني حافظها سومالي دو أي درين وحتى كتك إن اسمه ملك الصومالي ده مجال التجكتية وحتى هذا التجكتة أو كل كل ما يروبي محاك هذا الصباح ضد كشعب كأح الصوماليات أو أي كفر حين إن بدنا أمد الصومالية ده مركل أك أديكو محتاج إن حافظه الصومالي ده قحطي ده أي تجوين أديكو شعب كي أي كسلام عيان أديكو هالكاس قفوا البق الصومالي أو قير لها وحكو الصباح ذي مزوليات كسر ما يصير أو قصوب حري إلهي ما ذاك قال له أذى أنا أذكر حكتي لي محاك محاك ولا شيء مقص أنا سانكوش هاي كلهم برلمان كا حاليا قلعة شعبية قري ودقين حاليا قري أمد فلي يعرف مش قري اسمها هو قري أمد قلعة هو قلعة شعب أنا يوم اللي هي اللي بحال هذا ماله شعبي عسكري عود كيان وعود الشعبي منك الشعبي حد هذا كل حجرين وآذن وريسانين وولول كي قباني وحود آذن أغان كرين فعود كوضا من نقوم كرت مركب مرور بنا لك هلانا ورب يعني برلمان كد حدي سان كله كل مينا حيار هذا عرور هذا هوين هذا هوين رك يعني انت او سيكمنت او يعني قيبها كل الدول اي بلشدين ايكا كوان ان لك كل مواجب أديت أنا أدي إنتان أدين كهربوان وان أركي جرني مجلسي هذا يقول بقارة صفي وجراء يعني ليس إيه قرن حمل مركان نقطة هذا أركي تونت أرك هاي أورو أنا أركي دون بس إذا أورو النافعة كميت هذا بدنا نقول صف سجرة يا جرة وان أركي دون أحزاب كميت سياسيين بكميت علماء الدين كميت وصفك يا حاوي هذا جوره أو يا لحقيلين كرو شقوين كان لحقيلين كرو لحقيلين هنا مركا إذا تاجر تا قدوميها برلمان كفدرال كإثيوبيا أي مرتقى هذا وإلى بوقش النوك هذا أيان أتجي مركا لبلا برلمان سيؤي عشان حرير يوحى هذا قبسي يبملا إنسك كاشن كرنا يسلافسي خبرة ذا هي أقنت أيضا أيوه اللي سد درسني مو يوم حان برلمان كبرلمان شعبي كشعبي أن قبسن كرنا سي قبل كان أنا دقينا جيسك أفريقيا اللي أنا بتقولي دي سي محان كجيسن كرنا سؤال عن اسمه يدين يعني كواس أيهات مرك هالك أو حقيقة صار بحدي فرصة شعب بدن أو قحوتي أو صومالي
إلا تضباطن كن يا كله يا أتسود يعني مركا ترى لقتي كرماء أو أيضا مش إرجو أي قصة عطنا هتلك يقصوا سلامين مركي أنا قبل قال أنا قلت جاي قبل أنا بيجي مساسا كل كل مي أنا دهستي وحياة بعير هذه يعني ده كده رأي يصدق كله دولت جوالات بكر دلته درسك أو اللي رادو دولت ديغانيت بيرادن دولت ديغانيت كصوماليا دولت ديغانيت كصوماليا إيتوبيا هي مكويا مقر رسمي جواسيا أو مدحوين له مدحوين كحجينيا له أو وزير له أو لسان أو مشاريع بدن كوضع أو ده كله بدن أو صوماليا أو حاجة كسوق قحين إلا دقيه بكم بشوين كصوماليا إنن أتقن أني وبتجي جوا أذ ما نرجع ليش هو حلنا قصارن أو إنن أتقن وحا إن در سؤاشة إن هذا الموضوع ما حد درينك ترينك أنكلا سكولنا وحويان تتكي وحي آت إي آت ودنينيان دولت نمو إني هلا وحي آت ودنينيان إن ديكناشي حسلوني دلكي كردعوسي أصول نغضان ويكدالين قربكو نولادك وحي روان دولت أيغا أو إيكو ابتستاء أي حكومات عدكو وطاكو شقيس مركي أد لكو لانتو أد أركيسا قيرو قار اسكو أهيلي قار حبلا أن سالي أركيان لكو كردعي ويعني ورر يعني qir isaymay qaar gabay kugu soo gudbinay qaar buraanba kugu gudbinay qaar afkooda iska furanay qaar ku digaya qaar kula dardaarmay inta way leey marka waa arin runtii oo hidajir ku gelinayso culays ku mas'uuliyad ku tusaysa ma arin xil yar ma xil aad u weyn ilaahay noo fududeeyo لكن waxaad ogaanaysaa Soomaaliya way ka daashay qayb sanantan iyo xasilooni daradan iyo waa ka daashay dowlad rabaan dadnimadooda rabaan sharaftooda rabaan inay soo ciistaan marka waa waxaad fahmaysaa Soomaaliya inay san burburay waa nooshay quluubta hooyooyinka iyo dhalinyarada ay ku nooshay daaraha sa burburay mooyane Soomaaliya ma burburin daaraha ki burburay ku jiraan waxa wax uma jeedo waa Soomaaliya ma burburin waa nooshay quluubta iyo laabta muwaadiniinta laga daydaya waxaan u baahanahay kaliya in yaro sabar ah in yaro sabar ah iyo annako iska mudan gudoomiye ana waxa idin sugaya oo kamida marka hadda Maarso furtaan baarlamaanka qodobo badan oo la idin diyaariyay kulli midka anigu aan maqlay oo aan aad la u danaynay kaliya ma hayso xufiinta Soomaaliyeed baa waxa kamida sharciiga saxaafada oo la idin diyaariyay waayo sida aan la socono saxaafada Soomaaliya 2020 sano janta furan bay noqotay waxyaabo badan oo qaldan iyo waxyaabo marka sharcigaas ma idinka sharciga dastuurka baa quraaya sharci go'an oo lagu maamuli doono saxaafada mise intaad ka doodaan oo baarlamaanku ka doodo ayaa la soo saari doonaa saas lagu meel marin doonaa hore horan waxa weeye dastuurka ayaa saldhig u ah waxaa ka mid yahay haddii aad fiiriso qaybta dastuurka oo ka hadlaysa xuquuqul insaanka xaqqa waxaa ka mid ah marta xaqqa oo saxaafada waxay ka mid tahay xuquuqda qofka uu leeyahay yani war helida war raadsashada iyo waa arrin xaq u leh insaanka kasta muwaadin kasta xaq u leh dhibaatada jirta waxay tahay waxaa jirta ethics yani asluub shaqo ayaa loo baahan yahay iyo aqoon labada dhinac wareer waa jira dhibaatada qaarkood waxay ka socotaa suxufiyiinta oo aan ilaalinayn xadkooda qaarkood oo taasi ikan ula kacayna ka ahayn ay tahay aqoontooda oo saxafinimada oo aan weli bislayn ayaa ka keenta ilaa xad waa loo sabri karaa laakiin marar qaarkood way ka badbadshaan oo meera fog bay geeriyaan dhinacna waxaa weeyaan dadku in loo adkaysto adkaysi daran waa jirta oo qof walba in wax laga sheegsheego miska ogola laakiin wax sheegiddu waxay fiican tahay inay xuduudkeeda ay jirto qofka shakhsiyadiisa qaanuuniga ah oo xilka oo dadweynaha uu hayo waa lagu kiritiseer kara yacni waa lagala murmi karaa laakiin ay qof ahaan loo geysto ma banaana taas waxay noqonaysaa in dacwad la galo sidee baad uga doodi doontaan hadday taa noqoto waxa weye labadaas waan tixgelinaynaa in aqoontooda iyo tayadooda la dhiso
وايو ورهيل داسي صحافة وحي كميتا انفاكت مركا اسكولات واقي اي اندقين جرني وحان ليه جرني وصحافة واودي افراد بالورين جرني صدح اوودود باي دولود كل سنتهي واتنشار ادجين تفولينتا اي كرسور اوود افراد وحال ليه جرني واود ورفافينت ايا ليه جرني مركو اوود اد وبالارن وباحان المرتاحات كيد ايالتو حقوق دادنا لسيو ان لو حد قدبين اينا كو حد قدبين تاسا مرك ان كغ دودي دونا مرك نوع الشرعي هاد قودبدي سان فيرينينا وها عالم مخا لا استعمالايا كران دولد مخاي اولهداهي اما كالما لو رادين كرا اني ايغلسكود لكوبيو تيادودا تيا ديسيد لوو سميو تيا ديسيد وها واي مخالداهي يعني تيادودا اقونتودا تيا ديسيدودا كاباسيتي بيلدينغ ايرادان تيا ديسيدودا لكورديو يعني كارتيدودا ان كور لو سو قادو لكن ما أرمى ويانسي أي فهمان لكن وامي ده مبعنا شو ده عمر كسر توز جريدة رادنا أمر رادي أم فيرنا هذي كأنت أنا لقى جوي وحوي هذي هو رشيك لقى جوي لم يتعي أنا وحرب السؤال إن كويتيو وحب أنا بيدتك إسكاج حد لان مر مرة وح استراحة مدحوينها يرئيس الوزراء يرئيس البرلمان كسرير تدوس تدمية عتلة وجران مسكورس أي كشران وحن ربعنا مركب بيانينه واسع حريرك هذه يوم دحوينها رئيس الوزراء إذا كان حي حد حلقة أنا أنت اللي دورنا ويدين أنت اللي دورن كهر حلو أنا ذو حيو سواد وعرض مركب الاستجابنا عن دورك شغله كده أنا هرمة أنك بلن قاضي حلو أنا ذا برلمانك وحكم لها رقم واحد هدان xilkaas qabto inaan baarlamaanka ku hoggaamiyo inaan ka dhigno baarlamaan shaqeynaya xilkiisa gudanay waxaan ka balan qaaday tan labaad in baarlamaanka awoodiisa sharci dejinta ah inuu san ku xad gudbin awooda fulinta iyo awooda garsoorka midna uusan ogolaanin labada awood inay ku soo xad gudbaan waxaan kaloo ka balan qaaday inaanan ogolaanin xildhibaan la aftooda lacani la afjiga inaan ogolaanin baarlamaan oo la garab mara inta afartaas waxyaabadan balan qaaday afartaas aanu ku shaqeyno haya in marta oo mid falgal ah howlkiisa xishii xilkiisa gudanaa inuu noqdo inaan lagu soo xad gudbin cidnaana ku xad gudbin in xil dhibaankan aan lagu xad gudbin oo la aamusinin in so far uu ku jiro xadkii oo xil dhibaanimada in baarlamaankan marta in la iska garab maro wixii loo sameeystana aan la yeelin intaas horta aan ballan qaaday intaas waa inta aan ku shaqeynayo ballantii aan qaaday inaan fuli waa mid labaad isqabqabsi hadduu imeeshi maada gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne isqabsadaan ama madaxweyne iyo barnaamij isqabsadaan baarlamaan iyo labadooda isqabsadaan su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan yaa khasaare ku qaba baarlamaanka khasaare miyaa ku qabaa mise madaxweyne ku qabaa mise barnaamij ku qabaa maya saddexdaba khasaare ma ku qabaane dalka khasaare ku qaba marka hadii mar aad danta guud ee dalka iyo dadka aad fiirinayso waxa weeye in arrimaha isqabqabsiga ah isgafgafka ah iyo isjiidjiidka ah in meesha laga bixiyo danta guud laga aado taa weeyaan tan aan maanka ku hayno aan rabno inaan meesha ku joogno anigana ma ihi qof ku xisaabtamaya inaan waxbuuda qabsado baarlamaankaas afhayeen baan u ahay waxay gooyaan aan ku hadlaa wixii loo keeno ay u madax bannaan yihiin mana yeelayo qof kale kusoo farageliya baarlamaanka asaga shacbigu matalaa alla ka sokow shacbigaa la xisaabtami karo cid kale la xisaabtami karta ma jirto marka annaga saa isku nahay hadda sida aan kuu sheegay isku nahay ha ii soo gelina ma kuu soo galaayo xilkaaga gudo maanta gudan weysana meesha waxa waaye anuu xilkayan gudanaa nin walba xilkiisu guda laakiin haddana saas ay tahay soomaali baa leeyahay maxaa ka dhexeeya saddexda awood isweydiinta waxa weeyaan saddexda awood hala kala dhowro lama dhihin ayaan isu imaanin waxa weeyaan saddexdan awoodood ha isbuuxiyaan ha isgarab galaan kanna waa inuu sharcigii dejisaa kanna uu keenaa sharcigii oo fulintii uu sameeyaa waxaa ka soo qaadaa adigu madaxa iyo jirkaaga dhan inuu yahay baarlamaankii sharci baad dejisay in la fuliyaa rabaa addimahaaga gacmahaaga indhihii lagu fulilaa waa xukuumaddii ma xukuumadda haddaan ku hortago gacmihii anigu isjaraay camaay la mid tahay yacnii addimihii ii fulin lahaa marka haddaan saa u arkaayo waxa way talaan siina xeer bay keenaysaa waxbaa ka qalloocan waa toosinayna
dalka 20 sano 100 sano ku soo dhaqmay wuxuu u digay in yaani hay'adahoodu la isayeen waxaan u dhaleeyay maalgelintii u socoto mani waxaanu nahay dal waliba xataa aan wali dagaalkii ka dhamaanay dal waxaanu nahay wali marta in kaabayaashiisa dhaqaale ay burbursan yihiin dal waxaanu nahay aan isku filayn dhaqaale ahaan amaankii wali marta aan soo wada hooyeen dadkii wali kalsoonidii ay isku qabeen u baahan in la soo kasbo la soo keeno lagama maarmaan waaye marka marar qaarkood inay tashadaan war maxaa tala ah xaggee rabtaa inaad dalka u wadaa xaggeenu geynaa inaartaas ma aha marka iskhiyaameyn ma aha waxaa weeyaan aragti guud oo dalkii lagu hogaaminayo war heedha madaxweynuhu saas hayeen ama madaxweynuhu saas yeel babaa misro waxaas oo kale keen war baarlamaanu waxaan noo mootiyey marka taa waxaa weeyaan saddexdii awood oo isla wada waaya warheegkaa waa gardarooday adigana dee xukunkaa ku qaado maxkamaddii saar yacni way isbuuxinayaan ma aha inay tartamaan ma aha inay iska hor yimaadaan waa inay isdheelitiraan oo ay isbarbar socdaan oo dalka isku meel ay ku heshiyaan hadda marka aan samaynayno masalan ajendo oo waxaan rabnaa inaa ajendo sharci dejin oo baarlamaanka iyo laanta fulinta ay ku heshiyeen micnaheedu maxay tahay marka ma waxay ku heshiyeen wax khiyaameyaan la waayo sharciga waxaa soo unkinaya oo soo abaabulaya laanta fulinta iyagaa soo qoray keenay ansixin baa laga rabaa baarlamaanka soo saaridda madaxweynaha laga rabaa marka fiiri unkintii buu keenay meeshuu keenay waa la toosiyey waa laga dooday wixii shacbiga rabaa lagu yeelay dadkana loo dirayaa madaxweynaha waxaa leeyay soo saar waxaa lagu celinayaa xukuumaddii waxaa leeyay fuli marka waa cycle saa u wareegaya kama ma kala maarmaan inay fadhiistaan wada tashtaan laakiin waxaa la kala ilaalinaa inay awoodahooda isdhaafsadaan meediyaha oo aan ka hadalnay dhibaatada ay hay ku jirta iyo waxa aan hadda kuu sheegayaba waxay baryahan aada magaalada u dhigeen in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaareho ay ishayaan ninka saddexaad oo hadday ishayaan ogaan lahaana waa adiga marka arintaas maxaa ka jira shacabka soomaaliyeed ay u baahdaan bay rabaan kalaan faaruq waa kuturkuteen meelahaas lagu abaabulayo weyaan laakiin waxa adaniga aan ogahay dadkaa isku khilaafsan ma jiraan waa wada shaqeeyaan shuruuc badan baan ka sugayaa insha allah ilaahay mana tuso isqaqabsigooda taas maya waxaan kala socdo laakiin waxaa iska jirta dad hadal badan oo fadhi kudirirkaas ka soo baxaya motionaa la soo wadaa kanaa la soo wadaa bla 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 yacni waa dhaqan hore oo aan fiicnan oo qurux daran aada u qurux daran hore u jiri jiri waayo loo baahan yahay in maarata aan dheg loo dhigin wixii maarata wanaagga ah lasii wadi karo lasii wado rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxuu yidhi haddii qiyaamaha soo kacaya lagu yidhi waatana birid qiyaamaha dhacaya adigana geed camba ah aada tallaalayso taas shaqadaada ma ah waa cambaha tallaalkiisa tallaal toban sano ka bacdaa lagu taaga birin qiyaamaha ka dhacaya marka hadda waxaa weyaan kanaa la socdaa kaas ahayd wanaagga ka soco hawshaada wado markii kan kale ay timaadana ugu dambeyn maxaa ummadda soomaaliyeed uga tegeysaa ummadda soomaaliyeed waxaan kula talinayaa midnimadii inay raadshaan waxaan kula talinayaa ammaanka iyo nabadda sugideeda allaa leh laakiin shacbigaa iskale dowlad iyo xukuumad laga sugaayo ma jirto adiga ayaa sugi karaa adigay ku anficay adigaa sugideeda iskale adaa reebi kara marka haddaan nabadaas la helina horumarka iyo dowladnimada aan raadinayno iyo caruurteena iyo wiilasheena iyo gabdhaheena oo ciil u qaba inay dowlad arkaan 20 iyo dhowr jiro waayo kuwa aan dowlad arkin weligooda waxay taraysan aan arkin marka si kuwaas aan usoo dhaweyno aan u turno oo jiilkaas waxaan u dhaafna eh aan ku dadaalo nabad inaan sugno dowladnimadeena aan dhisano gobonnimadeena aan soo ceshano waa arrin aada u magaciisi loo baahanyay maanta inaan u midowno meel kastoo la joogo qof walba inuu yani waxaan aada uga digayaa in dadka gudaha dalka soomaaliyeed ku nool iyo ayna sugin dadka oo qurbo joogta inay wax u qabtaan
قرب جوجتنا ينسوكين إن أمرت أكون كلي أي واحد سميان واحد مركي ذلك أي حاجة جيمان إيمان دونا شيء كذا كبحان هدي أذو احتري كرتو قو أذو احتري كرين نبدي كعامس وهاربوشين كوه سمينا كون قلدمي قف كحير لأنه الله الله ورولا لو كل جو واحد إذا وقف للدليل وحلا باربوري وحلا قرحيي وحفا إذا أي كينيس يميل هو قارع يمر مركا دولة نما أن رادينو مد نما أن رادينو ما أهكلي دل كينو وحوي درسي دين حتى إنا نبض هذا نبض أي هلا واي وحي درس كا دبكي درس كا كشي ذن أدنوك سو قارع مركا كان أو أنك إيو كان درس كا بإنه وضع دمينو هل بس كده دالو إن شاء الله إن شاء الله والله خيره والله قارع برنامج كلي قارك أها أو أنو نصيب ويا لنا إنا نورسي دي توس كا يقول ريي أو بحيو قدوميها برلمانكا فدرالكا اح اي سوماليا بروفيسور محمد شع عثمان شواري ونا اوغا هادلي ورئيسيغان او كوسو قاداي دينعيه كلا دوون او احايد ان امد سوماليين اي اوغاتو لونا باهنا ان واخ لاغا اوغادو انتا ايا كوسو غنغرينيا كانيا انتا انو برامجكان ميد لميدا ديب اوغو كولمي دونو وحان مهاد هلكان اوغو علينيا هيئه ان دي اي او يادو نوف دوديساي نونا سورو غليساي انان غدوميها برلمانكا لا كولانو tan iyo inta aan sarki doono aniga iyo baxda Somali Channel waxaan kaga tagaynaa magaalada Nairobi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.